أنت تفضل المعايشات تكون مع مدربين في أوروبا أو مدربين في أمريكا اللاتينية؟ اليوم وين الكرة الحديثة موجودة أكثر وأفضل بكل شفافية وصراحة؟ بالنسبة لي في كل قارات عندهم خصوصية، ولازم المدرب يكون يبغي يكتشف طريقات التمارين، المستوى اللاعبين. حتى في إفريقيا، الآن لاحظوا في أبرز دول وأبرز دوريات في أوروبا كان إفريقيين كثيرين يلعبوا في الدوري الفرنسي أو ألماني أو في إنجلترا. لازم كل مدرب يكون عنده رغبة يكتشف كرة القدم في أمريكا اللاتينية، في أفريقيا، في أوروبا. إيش الفرق بين المدرسة اللاتينية والأوروبية اليوم؟ يعني أنت تذكر قبل فترة كانت بطولة أمم أوروبا وكانت كوبا أمريكا في نفس الوقت، وكانت الناس تقارن الكرة الحديثة الجميلة العظيمة في أوروبا، وتشوف أن الكرة في أمريكا الجنوبية أصبحت شوية متأخرة. هذه نظرة الناس البسطاء، ما أعرف الفنيين والمحترفين كيف ينظرون للموضوع. أنت كيف تشوف، في فرق ولا ما في فرق؟ في أوروبا كرة القدم العصرية هي فيها اللياقة البدنية، فيها التكتيكية، فيها فنيا في أعلى مستوى. وأظن في أمريكا الجنوبية فيها كرة القدم فيها مهارة فنية موهبة أكثر، وموهبة أكثر. لأن في أوروبا أظن في السنوات الأخيرة، نقول بالمغربية، نصنعوا اللاعب. وفي أمريكا اللاتينية اللاعب هو موهوب من صغره، هو موهوب. ولكن أنا عشت مدة كبيرة في فرنسا، اللاعب لازم يدوز من نادي علشان يمارس كرة القدم ويطور كرة القدم. في أمريكا اللاتينية أو في أفريقيا، اللاعب يتكون في الشوارع، في مناطق اللي هما ماشي نادي.